الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما كشفت أن فائض ميزانية العراق سيرتفع إلى نحو 10%. وأوضحت فيتش أن تصنيف بي سالب يعكس الاعتماد الكبير على السلع الأولية والمخاطر السياسية وعدم تطور القطاع المصرفي. وبحسب الوكالة فإن فائض ميزانية العراق سيرتفع إلى نحو 10% من الناتج المحلي في عام 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط، لكنها توقعت أيضا أن يحقق العراق فائضا أقل كثيرا في ميزانية عام 2023 عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن معدل تصدير النفط اليومي خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الجاري بلغ أكثر من 3,400,000 برميل يومياً. وقالت سومو إن صادرات العراق النفطية اليومية خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الجاري بلغ 3,440,000 برميل يومياً، مضيفة أن معدل الإيرادات النفطية المتأتية من هذه الصادرات في حال بقائها على نفس المعدلات ستكون بحدود 7,890,000,000 دولار. كشفت هيئة النزاهة في العراق عن قيام دائرتين حكوميتين بتسخير آلياتهما في أعمال مشروع محال إلى التنفيذ من قبل إحدى الشركات في ديالى، إلى جانب ضبط هدر للمال العام في منفذ حدودي. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنها رصدت استخدام آليات مع سائقيها عائدة لبلدية ناحية كنعان وشركة توزيع كهرباء ديالى في أعمال تنفيذ مشروع توسعة شارع ناحية كنعان بقيمة 3.5 مليار دينار. وفي منفذ مندل الحدودي رصدت الهيئة وجود حالات هدر للمال العام بمبلغ 150 مليون دينار لعدم قيام شركة التأمين باستيفاء مبالغ التأمين عن العجلات الأجنبية، فضلا عن عدم قيام مدير المنفذ باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام. أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق ضبط 12 شاحنة مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية. وذكر بيان الهيئة أن مديرية جمرك المنطقة الشمالية ضبطت 12 شاحنة محملة بسيراميك وماكنة حبوب وزيت محرك وصفائح وألواح زجاج وحجر مرمر مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة. ذكرت مصادر صحفية أن صادرات النفط الروسي تراجعت 11% في الفترة من الأول وحتى 20 من شهر كانون الأول الجاري مقارنة بالشهر السابق، بعد أن دخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ. وأضافت الصحيفة أن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب المنقولة بحراً بلغت في المجمل 560,000 طن يومياً تقريباً خلال الفترة المذكورة. ودخل حظر الاتحاد الأوروبي على صفقات شراء النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من الشهر الحالي في خطوة تقول بروكسل إنها ستخفض واردات الاتحاد من النفط الروسي بنسبة 90%. والآن إلى أسعار العملات مقابل الدينار العراقي والمعادن.
كتاب موجز. إلى اللقاء.